ظهر إعلان في قمة الاستفزاز، إعلان مستفز أكتر من إعلانات التيلي شوب. أنا كده بدأت أتوغوش. وهو إعلان دولة الإمارات الشقيقة عن إقامة وزارة للسعادة. بس بقى كده ظهرت قوي، انت كده قطعت لي الشورت في البسين. احنا عملنا وزارة أسعد من السعادة بتاعتنا. سيادة الفريق كامل وزير. كامل وزير. كامل الوزير. كامل الوزير. كامل الوزير. كامل وزير. افتخار 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 افتخار. شيلة عايزة حد انتحاري. التجديد برضه مطلوب. عايزة حد ما بيروحش. يا من تحت السواهي دواه. عايزة حد بيموت في تراب البلد. شكلك فاهم يا نص. كامل الوزير. يا ما جاب الغراب لامه. راكب في كل دول العالم بالمنظر ده. احنا النتيجه ولا بيتسرق ولا بيتعمل. احنا بس اللي عندنا السيمافور بيتسرق. حي لما بيتسرق البلد بتتسرق. والحي يبقى من الميت حسن. الحي يبقى من الميت. بالظبط كده. احنا اللي سرقنا السيمافور. احنا اللي سرقنا السيمافور. طب يا رب اشفي كل الحرامية يا رب. نرجع لأخبارنا. شبه نادي الجندي. الجندي نفسه. ومن جريدة الشروق نقرأ. حسس وقول النتيجة. عناية. يا قليل الأدب. أعذرنا يا خال أصلا أنا وسخ. كامل الوزير. لن أترك الطريق الدائري يقهرني. تقولش على نفسك كده، خالك أوسم. حادثة بحجم ما حدث في قطارات سوهاج النهاردة. مساء الخير. بومة. راح لنا وزراء كتير في السكك الحديد. كذا وزير. مهندس هشام عرفات وكان وزير محترم. مهندس محمد منصور وكان وزير محترم. والله انت اللي مسخرة يا شيخ. يعني احنا متعودين على حوادث السكك الحديث. متعودة دايما. الحكومة كانت اعتمدت زي ما احنا عارفين ميزانية هي الأضخم في تاريخ مصر لتطوير السكة الحديد. أحلى سيولة وأحلى ليلة وأحلى أربعة قاعدين مع بعض. هو المربع ده أظن سنة 2018 كان بحوالي قيمة 180 مليار. أبو تقل دم أمك، أحبوش الواد ده. عملنا رصيف 680 متر. بص هو المثلث ده نقضيها ثلاثي، نلعبها بقى تلاتات لحد الصبح. تكلفته، أنا عايز أقول لحضرتك بس رقم، تكلفته مليار 350 مليون جنيه. ده رئيس الهيئة قال التصريح ده مخصوص عشان لو ما صدقتوش تضحك عليه. ايه كل المليارات دي يا معالي الوزير؟ ربنا يزود ملياراتك. ابو تقل دم امك، حبوش الواد ده خليل. لا لا دكتور، البلد محسوده. لا هي البلد مش محسوده، هي البلد مرصوده. بص هو الدويتو ده مني ليك كده بقى صد رد. مان تو مان. ما هو الناس مش لاقيه تفسير يا جماعه. ايه كل يوم كل شويه كل ساعه في حادثه وحادثه كبيره؟ لا لا البلد دي بلد محسوده بقى. ابو تقل دم ام. ماشي يا رجاله ورجاله وطول عمر ولاد. استاذن انا بقى. ليه يا عم انت قاعد؟ لا معلش عشان ورايا اشغال. طب يا حبيبي الف سلامه. ابو تقل دم امك.